السلام عليكم. متى سيصل تحديث واجهة سامسونج الوانيو اي سي التجريبي الى بلدك؟ كل هذا سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. دعمكم اصدقائي. بحلول نهاية هذا الشهر ان شاء الله سيتمكن مالكو سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 23، الاس 23 العادي والاس 23 بلس والاس 23 الترا من الاشتراك التجريبي لاصدار التجريبي او الاشتراك لتجربة الاصدار التجريبي من الاندرويد 14 والوان يو اي 6. وكشفت مصادرنا مؤخرا ان البرنامج التجريبي الوان يو اي 6 من سامسونج قد يظهر لاول مرة في الاسبوع الثالث من يوليو، مما يعني أن تحديث التجريبي الأول قد ينتهي في هذا الوقت من الأسبوع المقبل، وقد تكون هناك تأخيرات اعتمادا على مدى تقدم الاختبار الداخلي لشركة سامسونج، ولكن مع انتهاء جوجل تقريبا من اختبار الإصدار التجريبي من الأندرويد 14 لأجهزة البيكسل، نعتقد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يحصل مالكو الجالكسي S23 والجالكسي S23 بلس والجالكسي S23 الترا على التحديث. ومثل البرامج التجريبية لتحديثات الاندرويد والوان يو اي الرئيسية السابقة، من المتوقع ان يتوفر الاصدار الوان يو اي 6 في اسواق متعددة. موعد وصول تحديث الوان يو اي 6 التجريبي، اي اسواق سيكون او ولكن اي الاسواق ستكون؟ هل ستتمكن من الانضمام الى البرنامج التجريبي في بلدك، ام سيتعين عليك انتظار الاصدار النهائي من التحديث؟ يمكن ان يقتصر برنامج تجريبي واحد الوان يو اي 6.0 على 7 بلدان، ونظرا لان البرنامج التجريبي الوان يو اي 6 لم يتم الاعلان عنه رسميا بعد، فلا توجد طريقة لتأكيد اي تفاصيل عنه. ومع ذلك بناء على اصدارات التجريبية السابقة الوان يو اي، هناك احتمال كبير بان الاختبار التجريبي الوان يو اي 6 سيكون ممكنا لمحبي سامسونج في الصين والهند والمانيا وبولندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المحتمل أن تكون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هي المكان الذي سيظهر فيها البرنامج التجريبي لأول مرة، ويمكن أيضا تضمين ألمانيا في الموجة الأولى. ولكن من المحتمل أن يضطر مالكو سامسونج جالاكسي S23 المقيمين في البلدان الأخرى المذكورة في الفيديو إلى انتظار بضعة أيام أو حتى أسابيع قبل أن يتمكنوا من المشاركة في الحدث. وبالنسبة إلى أجهزة الجالاكسي التي تحصل على الإصدار التجريبي، نتوقع أن تقوم سامسونج بإحضاره إلى جميع الهواتف الرائدة تقريبا المؤهلة لتحديث الأندرويد 14 والوان يو اي 6 بعد إصداره لسلسلة الجالاكسي S23. ويمكن أيضا أن تحصل بعض هواتف جالاكسي من الفئة المتوسطة على إصدار التجريبي، وعلى الرغم من أنه في هذه الحالة يمكنك توقع أن تكون القائمة أقصر بكثير. برأيكم ما هي أبرز ميزة يجب أن يأتي بها التحديث، وما رأيكم في هذه القضية حول البلدان التي سوف يبدأ بها النظام التجريبي أو تحديث واجهة سامسونج ون يو اي 6 التجريبي إلى بلدك؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.